ما بعرف ليش كلمة لا أعلم أو ما بعرف عند البعض دليل على جهل أو نقص في المعرفة. بكل بساطة، لما منسأل عن موضوع ما منعرف فيه، صدقوني هين كتير نقول ما بعرف. الفتي، إحنا بنسميه كده لما نكون مش عارفين إجابة السؤال. في ناس بتقول معرفش وده عادي جدا، وفي ناس بتفتي. تعرف ايه حاج عن البيضه المسطحه؟ يعني سحلفه ولا ايه؟ البيضه المسطحه اكيد كوكب الارض يعني. قمر. القمر. القمر. البيضه. البيضه المسطحه. البيضه عشان السماء يعني وكده. ايه؟ تعرف ايه عن البيضه المسطحه؟ البيضه المسطحه. البيضه المسطحه. المسطحه. بيفكر لسه. البيضه المسطحه هو الفن نادي الزمالك. اقول لك ايه؟ بيضه اتس سيركلر، يعني هي دايره، فما ينفعش تبقى حاجه ليها سطح اساسا. يعني سطح يعني فلات، مفيش حاجه اسمها كده. مش الارض زي البيضه المسطحه ده شيء؟ البيضه المسطحه. يا سلام. البيضه ايه؟ البيضه المسطحه بيضة الفرخة يعني ولا ايه؟ المسطحه دي يعني مستويه. البيضه اللي من غير قشر. البيضه المقليه. هي المقليه. المقليه مربعه. البيضه المقليه اقول لك مسطحه ازاي، بتعملها دايره. خلاص بقت قرص. بزيت قرص. هي بقت قرص. قرص قرص. ممكن تكون السحاب ده اللي جه في دماغي. السحاب او السما حاجه كده يعني. مسطحه احسن من المدوره، لان المسطحه مش هتخليك تتزحلق من عليها، تمام؟ فالمدوره هتزحلقك، المسطحه مش هتزحلقك، فانت ستيبل اكتر يعني. قول لي ايه رايك في استيراد الحكومه المصريه للرمل من السعوديه؟ والله كويس، يعني مصلحة للدولة، وبينها وبينهم برضو عملات وشغل اقتصادي واستثمار وكل. عندنا الصحراء الغربية، عندنا الصحراء الشرقية، احنا أغنية جدا بالرمل يعني. عندنا في سيناء رمل مش موجود في أي مكان يعني. والله احنا عندنا رمل أحسن من الرمل السعودي. احنا استوردنا حاجات كتير قوي، هنستورد رمل كمان ولا ايه يعني؟ أحسن رمل على مستوى العالم. امريكا واخده المستوى الثاني، احنا واخدين المستوى الاول. لا طبعا استحاله، يعني مصر مشهوره بالرمل طبعا. احنا عندنا رمل كتير، احنا اطول 100 مننا رمل عندنا. ليه ده؟ احنا عندنا رمل بسم الله ما شاء الله في سيناء، بياخدوه ببلاش وبيجيبوه لنا بملايين كده. واحنا ما عندناش رمل كفايه في الصحراء ولا ايه؟ عندنا جبال البحر الاحمر كلها تعرف تستخرج منها رمل وجرانيت وكل حاجه انت عايزها. ليه نستورد للرمل؟ ده احنا بلد الرمل. المفروض ان احنا عندنا في الصحراء الشرقيه والصحراء الغربيه رمال كتير، ثروه رمليه بمعادن في مثلث حلايب وشلاتين، كمان في رمال بيضاء، رمال سودا تقريبا، مش فاكر. بس احنا عندنا ثروه كبيره جدا. عن تفاحة نيوتن ده كوميدي ولا؟ والله قانون الجاذبية. قانون الجاذبية اكتشف بيها الجاذبية، درسناها في التاريخ كده. شو؟ تفاح؟ أنا أعرف تفاحة آدم بس ما أعرفش تفاحة نيوتن. نيوتن كان قاعد تحت الشجرة وقاعد تفاحة زي ما ناكلها ويحمد ربنا، قال لي إيه اللي خلاه وقاعد تحت، ليه ما طردش في السماء؟ من هناك اكتشف قانون الجاذبية. في عالم اخترع التفاحة ديت، واخد بالك، وقعت عليه من الشجرة وهو قاعد تحتها. ده قانون نيوتن، جاذبية الأرض 9.8، اكتشفها لما التفاحة وقعت على الأرض، قال لك ليه ما طلعتش لفوق، فاكتشفها وكده، فجت من هنا الجاذبية الأرضية اللي هي 9.8. هو اختراع مخترعه مش أكيد. فكر كده لحسن، أنا مزنوق. ها تعرف إيه عن تفاحة نيوتن؟ أنا دماغي واقفة دلوقتي. يعني طعمها حلو مثلا؟ طعمها حلو ولا لونه أحمر ولا أخضر ولا؟ مفيش أي حد هيلومك لو قلت معرفش، ده ممكن يشكرك لأنك ما فاتتش عليه.